هذا مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من المساجد التاريخية ومن المواضع التي صلى فيها الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلاة العيد في هذا الموضع. أسعد الله مساكم كل خير وتقبل الله منا ومنكم الطاعة من هذا المكان التاريخ الذي له ارتباط وثيق بحدث تاريخي عظيم كان في عهد الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. هذا المكان هو سقيفة بني ساعد، بني ساعدة من الخزرج، وسيدهم سعد بن عبادة رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في 12 ربيع الأول في عام 11 هجرية، كان الأنصار يجتمعون في هذا المكان في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام من الأنصار، وهم يرون أنهم أحق الناس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أتاهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح في هذا المكان في سقيفة بني ساعدة، فتكلم الأنصار وتكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبايع الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا المكان في سقيفة بني ساعدة.